مواضيع مختلفة رسمها فنانون مبدعون مستخدمين أساليب فنية متنوعة في لوحات فنية ومنحوتات خشبية احتضنها معرض الفنون التشكيلية الذي افتتح في القاعة الأثرية في مطرانية الروم الأرثوذكس بحمص القديمة ضمن فعاليات ملتقى الثقافة والإعلام. طبعا احنا عندنا اليوم افتتاح معرض الفن التشكيلي بمشاركة 40 فنان تشكيلي من حمص ومن مختلف المدن السورية. فعالياتنا انطلقت خلال شهر آذار مستمرين لبداية شهر نيسان بأكثر من معرض وبأكثر معرض كتاب. احنا نهدف لإعادة احياء الثقافة السورية من جديد، الثقافة التي لا تموت. مشاركة بلوحتين ضمن القاعة الأثرية بملتقى الثقافة والإعلام، وهون في فنانين كتير، هالقاعة جمعتنا مع بعض لحتى نبين وجه الإبداع الموجود بحمص، ونتمنى التطور والتقدم والازدهار لسوريا. شاركت بأربع أعمال تقنية الأكريليك، بعضها بالألوان الزيتية بتقنية السكين. طبعا حبينا نشارك بهذا المكان الجميل، هو الكنيسة الأربعين، القاعة الأثرية، لإعادة إحياء حمص القديمة بعد ما تعرضت للخراب والتدمير. مشاركة بأربع لوحات عن الطبيعة والمرأة. حقيقة هالمعرض كتير مهم كونه بيضم عدد كبير من الفنانين التشكيليين وبيغني الحركة الفنية عنا بسوريا وبرجع الحياة لحمص شوي شوي. مشارك بثلاث أعمال بحكي الواقع أكثر شيء فيها. عندي مشاركة بلوحة تعبيرية، مشاركة كانت حلوة مع عدد كبير من الفنانين، عدة مدارس مشاركين، مناسبة حلوة بالموقع الأثري كمان إنه نتعرف على بعض أكثر. مشاركة بعملين، عمل طبيعة ريفية وعمل تاني امرأة وحالات يعني. المعرض كتير مهم إنه عم يجمع الفنانين مع بعضهم وعم يعمل جو إيجابي، خصوصا إحنا بهالظروف الصعبة وهيك، فأي نشاط بالنسبة لنا بيهمنا، والمكان أثري كمان قيمة مضافة. اللوحات المشاركة تنوعت بين الإبداعية والتجريدية والتعبيرية بمواضيعها الإنسانية عن الحياة والأنثى والطبيعة والجمال، ومنها مزج الأفكار الإبداعية مع ألوان الحياة الواقعية بما عكس التجربة الخاصة بكل فنان. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.